ليه اوقات الناس بتعتقد ان العاب مش القوه دي هي رياضات الدفاع عن النفس تحديدا اللي منها الكاراتيه بتبقى الى حد ما انعكاس ان شخصيه اللاعب او اللاعبه دول ممكن تكون شويه عنيفه مع ان انا شايفه او شفنا انا وكريم برضو ضيوف كتير لا يعني بالعكس ما اثبتوش النظريه دي اثبتوا العكس بس انت من وجهه نظرك يعني هل فعلا بتاثر عليكي هل فعلا فرقت في شخصيتك شويه الرياضه دي هي ممكن تكون فرقت في شخصيتي في ان مثلا الرياضه بتعلم الانسان يبقى يعرف يتعامل مع الناس بطريقه كويسه مع المدربين مع الناس اللي حواليه يتعامل بطريقه مهذبه يعني هي بحسها كده يعني خليتك اكتر هدوءا مش عنفا لا انا اي حد مثلا يشوفني بتلعبي كاراتيه هتضربيني انا هقول انا مش هضربك بالمناسبه مفيش مره لجأتي الموقف زي كده موقف في الحياه العاديه حد مثلا ضايقك حد عاكس لا ما تقوليش لا يا لا والله لغايه دلوقتي مفيش اي موقف ما اتخانقتيش في حياتك خالص لا لا والله رياضه يعني اي مثلا بلعب كاراتيه مش معنى كده ان انا هبقى عنيفه وهضربك لا بس احنا بنتكلم في اطار دفاع عن النفس مش بنتكلم في ان انت بتفتري على الناس يعني يعني حد ضايقك جبتي ظرفاه كاتا وقف يعني فاهم قصدي؟ ايوه لا هو التمرين يعني مثلا انا تمريناتي بخلص التمرين خلاص بفصل يعني انا مش هفضل طول حياتي يعني مش عايشه طول اليوم في الكاراتيه يعني انا تمرين اركز في التمرين كل حاجه واعمل اللي عليا وباقي اليوم بتاعي بقى اشوف حاجتي اعمل اللي انا عايزاه في دراسه في كده لكن الرياضه مش معنى ان هي كاراتيه بقى هتاثر عليا في العنف ممكن تكون تدي ثقه اكتر ان انت هي ممكن تدي ثقه كبيره قوي يعني ان الواحد ماشي اما بحقق انجازات ومش عارف ايه بيبقى مبسوط قوي بيها فبتدي ثقه بالنفس مع التعامل بالناس.